عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. To begin today's event, let us seek blessings from Allah with the recitation of Surah Yasin verses 69 to 83 led by our adorable little brothers and sisters of K3 from both Sungai Akar and Band 5. Please welcome them on stage. أيها الحضور الكريم خير بداية أستهل بها حفظنا اليوم تلاوة مباركة من سورة ياسين من الآية 69 إلى الآية 83 اتلوها علينا مجموعة من تلاميذ وتلميذات الروضة الثالثة من فرع سمي أكر وبنما وليتفضلوا مشكورين واحد اثنان ثلاثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا خير ما قيل في القرآن هو ما قاله ربنا سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم فعلى بركة الله نتلو على مساميكم حضراتكم ما تيسر من آيات الذكر الحكيم من سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر Al-Azim
وتوقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واحد اثنان ثلاثة وبالله توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة